بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وارحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كالعادة كل يوم ثلاث داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة. اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا لقيناه كالعادة قاعد مع أصحابه بيعلمهم صلى الله عليه وسلم، فبيقول لهم: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. علشان كده درس الليلة بعنوان مفاتيح أبواب السماء. احنا محتاجين ان احنا نعرف مفاتيح ابواب السماء. المولى عز وجل حينما قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. خد بالك، مع ان الرزق مش في السماء، الرزق اصلا في الارض. طب ليه ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ كأن المولى عز وجل يقول لك: الرزق وخزائن الرزق في الأرض، ولكن مفاتيح الرزق في السماء. فإن أردت أن تفتح خزائن الرزق في الأرض فاسأل من في السماء سبحانه وتعالى. عشان كده لما يجي حد يقول لك إن أنا هقطع رزقك، قل له ما تقدرش، وإلا لو عايز اطلع السماء. سبحان الملك، سبحان الملك. عشان كده يعني محتاجين نعرف فعلا مفاتيح أبواب السماء. تعالوا نشوف إيه هي الأوقات اللي بتفتح فيها أبواب السماء، وهي الأسباب التي ينفتح بسببها أبواب السماء. تعالوا نشوف 12 مفتاح من مفاتيح أبواب السماء، ودي من ضمن سلسلة بقى الدعاء وإلى غير ذلك. لأن طبعا احنا قبل كده كنا في درس اسمه سهام الليل، تكلمنا على العموم بمسألة الدعاء وفضل الدعاء. في درس تاني هيكون عن فضائل الدعاء وثمراته، وفي درس هيكون عن أوقات استجابة الدعاء، وفي درس احنا عملناه عن النبي ومستجاب الدعاء ومستجاب الدعاء، الناس اللي ربنا بيستجيب لهم الدعاء. يبقى كده 4 دروس في الدعاء يلم لك موضوع الدعاء من الألف للياء. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. ايه هي مفاتيح أبواب السماء؟ دستة مفاتيح، وبلغة أرض الجزيرة درز المفاتيح. يعني 12 مفتاح إن شاء الله يكونوا من أسباب فتح أبواب السماء. في حاجات إحنا لينا دخل فيها، لو عملناها يتفتح أبواب السماء، وفي حاجات دي أوقات معينة ربنا سبحانه وتعالى بيسر فيها فتح أبواب السماء. أول مفتاح من مفاتيح أبواب السماء هو شهر رمضان. وكل عام وانتم بخير. رمضان قرب قوي علينا الحمد لله رب العالمين، وبرضه ان شاء الله السنه دي مجهزين لكم برنامج ان شاء الله اتمنى يعجبكم. كان السنه اللي فاتت كان يوم في الجنه، فكنت بستشير واحد من اصدقائي بقول له: احنا عملنا السنه اللي فاتت يوم في الجنه، نعمل ايه السنه دي؟ قال لي: يوم في النار. قلت له: الله يهديك، يعني يوم في النار ازاي؟ احنا عايزين حاجه جميله كده يعني الناس تتفائل بيها. قال لي: خلاص شوف بقى انت عايز ايه. فاحنا مجهزين لكم سلسله ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم ان شاء الله، حاجه يعني جديده وجميله جدا، واظن انها ان شاء الله ما قلناهاش قبل كده في اي قناه خالص الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان مفتاح من مفاتيح ابواب السماء. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. في رواية عند الترمذي فتحت أبواب الجنة، لكن رواية البخاري ومسلم فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. احنا عارفين يا جماعة أن الصائم لا يرد دعاءه بفضل الله، لأن من ضمن الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، أو ثلاثة لا يرد دعاءهم. كم من ضمنهم؟ الصائم حتى يفطر، وفي رواية: الصائم حين يفطر. ولذلك العلماء خرجوا من الروايتين بإيه؟ بأن الصائم ليه دعاء طول النهار مستجاب، وليه دعوة مخصوصة عند الإفطار مستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما كنت بقول لحضراتكم عايزين نتعامل بذكاء مع موضوع الدعاء، بدل ما ادعي الدعاء كله لنفسي، لا، خلي أبدأ الدعاء بنفسي كما سن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني حينما أدعو لأحد مثلا بالمغفرة أقول له: ربنا يغفر لي ويغفر لك. واخد بالك؟ زي برضو لما أروح أحج، بحج عن نفسي الأول ثم أحج عن إيه؟ عن غيري. هعتمر عن نفسي ثم اعتمر عن غيري، وهكذا. ففي الدعاء برضو ابدأ بنفسك ثم
ثني بغيرك. لكن لما تدعي الدعوة لأخيك المسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: ما من رجل مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثله، فبتضمن استجابة الدعاء لأن الملك يؤمن على دعائك، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي شهر رمضان الدعاء لا يرد بفضل الله، والصائم له دعوة مستجابة عند فطره، وأبواب السماء تفتح مع أول يوم ولا تغلق حتى آخر يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. بأول حاجة شهر رمضان، شهر رمضان بتفتح أبواب السماء، اغتنموا الفرصة وطول الشهر كتروا من الدعاء والعبادة والاستغفار والذكر والصلاة على النبي وقراءة القرآن، اغتنم. كان الإمام الزهري يقول: إذا جاء شهر رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. ولذلك كتير جدا من أهل العلم، بل غالب أهل العلم، كان لما يجي شهر رمضان كانوا يغلقوا جميع الكتب العلمية إلا القرآن، القرآن فقط، وطول الشهر يتعايش مع القرآن. حتى ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ختمة بالليل وختمة بالنهار. قول لي يا عم ده ناس ما شاء الله فاضية. لا، مش مسألة فاضية، ناس مخلصة لله سبحانه وتعالى، فكان ربنا مبارك لهم في وقتهم. ربنا يا ربي يعني يفرغ قلوبنا وإياكم لطاعة الله سبحانه وتعالى. المفتاح الثاني من مفاتيح أبواب السماء، ويا رب افتح لنا جميعا أبواب السماء يا رب، واستجيب دعائنا جميعا يا رب، استجب دعائنا يا رب، وفرج هموم المسلمين جميعا، وزوج بنات المسلمين وشباب المسلمين، وارزق كل محروم يا رب من الذرية الصالحة، واشفي كل مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، واغني فقراء المسلمين، وفرج هموم المهمومين يا رب العالمين. يعني محتاجين فعلا ابواب السماء تبقى مفتوحة 24 ساعة عشان نفضل ندعي لاخواننا المسلمين في كل مكان. المفتاح الثاني برضه خاص بشهر رمضان، لكن المفتاح هنا مفتاح يعني حاجه مفاجاه، ليله القدر. ليله القدر اللي فعلا يعني ليله من اعظم ليالي السنه، بل هي اعظم ليله في السنه. خد بالك من حاجه، قال ابن عباس: في ليله القدر تصفد مرده الجن، وتغل عفاريت الجن، وتفتح فيها ابواب السماء، ويقبل الله فيها التوبه. ليله القدر اللي ربنا قال عنها ليلة القدر، ما قالش بألف شهر، إنما قال خير من ألف شهر، ولم يحدد. خد بالك، لو إن ربنا قال ليلة القدر يعني بألف شهر أو بألفين شهر أو حتى بعشر تلاف شهر، خلاص إحنا عرفنا ليلة القدر لها يعني فضل مرتبط بزمن معين، هي تساوي 10,000 شهر مثلا أو 1,000 شهر. إنما قال لك إيه؟ قال لك ليلة القدر خير، وخير هنا جاءت بصيغة النكر، يعني انت ما تعرفش قدر ليلة القدر. وخد بالك، طب ليه ربنا ألف شهر يعني قلب ألف شهر أو خير من ألف شهر؟ ليه كلمة ألف؟ ليه ما قالش مثلا ليلة القدر خير من مليون شهر؟ قالك لأن العرب في وقت نزول الوحي كان آخر رقم يعرفوه هو رقم ألف، ولذلك كان لما واحد فيهم يبقى عنده مثلا 1,000,000 درهم كان يقول لك عندي ألف ألف، خد بالك، أو عندي 200,000 أو عندي 1,000,000 يعني 2,000 يعني 2,000,000، خد بالك، فكان آخر رقم هم يعرفوه هو الألف. فخاطبهم الله عز وجل بالرقم اللي هم يعرفوه فقال ليلة القدر خير من 1,000 شهر. يبقى المفتاح الأولاني دخول رمضان، يا رب يا رب بلغنا شهر رمضان، وغنمنا يا رب الفوز بشهر رمضان وبليلة القدر، وقبل ده كله يا رب غنمنا الفوز برضاك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا أجمعين، اللهم آمين. المفتاح الثالث مفتاح الذكر. يا سلام لما تحب ربنا، وانا عارف ان الكل بيحب ربنا، بس يا سلام اكتر لما الحب يزداد في قلبك لدرجة ان انت طول ما انت ماشي وقاعد ونايم وليل ونهار مشغول بذكر الله. الذين يذكرون الله، خد بالك، قياما، ما شاء الله صاحي وفايق وواقف، واخد بالك، قياما وبعدين وقعودا حتى وانا قاعد استريح، شوف قد ايه
وعلى جنوبهم، حتى وانا جاي انام وانا جاي استريح، احلى حاجه واجمل حاجه تريح قلبي وانا داخل انام هو برضو ذكر المولى عز وجل. فالله هو اخر من نذكره وهو اول من نذكره، واحنا رايحين ننام اخر من نذكره هو الله سبحانه وتعالى، وننام على اذكار النوم، ولما نقوم الصبحيه فهو اول مذكور، فهو اول مذكور واخر مذكور سبحانه وتعالى. فالقلب لما ينشغل بذكر ربنا، ربنا بيكافئك فوق ما تخيل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الملك في يوم عرفة مثلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح إن أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون خد بالك هو لا إله إلا الله. طب هو لا إله إلا الله ده دعاء؟ لا مش دعاء، ده مجرد إن أنا بقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال لك بس كلمة التوحيد تتضمن الثناء على الرب، لا إله إلا الله، خد بالك لا معبود بحق إلا الله، خد بالك. وكلمة لا معبود إلا الله كلمة غلط، لأن لا معبود إلا الله يبقى ممكن يكون في معبودات أخرى لكنها تعبد بغير حق، إنما لما أقول لا معبود بحق إلا الله لأن هناك معبودات تعبد من دون الله ولكن بغير حق. واضح يا جماعة؟ يبقى الله عز وجل هو الإله الحق الذي يعبد بالحق، لكن هناك آلهة مزعومة تعبد ولكن بغير حق. واضح كده يا جماعة المعنى ده؟ إذن فلما أنت بتقول لا إله إلا الله أنت تثني على الله سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل من كرمه وجوده ومنه وعطفه وتودده إلى عباده يكرمك وإن لم تدعو بمجرد الثناء. أديك مثال بسيط قوي بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولله المثل الأعلى، لو جه واحد فقير رايح لواحد غني عايز منه فلوس مساعدة، فممكن راجل يتكسف، فممكن ما يقولوش مثلا والله أنا كنت محتاج فلوس، والله أنا عايز كذا، والله أنا عايز كذا، إنما ممكن يروح يقول له إيه؟ السلام عليكم، ربنا يا رب يكرمك، ربنا يوسع عليك، ربنا يبارك لك في أولادك، ربنا يحفظ لك زوجتك، ربنا يكرمك في رزقك يا رب العالمين، ربنا يكفيك شر أعدائك، خد بالك؟ هو عمال يثني عليه ولم يطلب شيئا، فالرجل فهم وهو بشر فهم ان مجرد الثناء ده هذا طلب. فباول ما يسمعوا كده يقول له جزاك الله خيرا من حاج متشكرين قوي ونروح نطلع 100 جنيه ومديها له. شوف تخيل، وده بشر ولله المثل الاعلى، خد بالك. فالمولى عز وجل مجرد ان تثني عليه وان لم تدعو ان لم تطلب فالله عز وجل يعطيك حتى وان لم تطلب سبحان الملك سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فالذكر من أعظم أسباب فتح أبواب السماء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرة. احفظوا معي الكلمات دي، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل ركع صلى الله عليه وسلم وقام من الركوع سمع الله لمن حمده، فالرجل اللي وراه وكل المصلين قالوا ربنا ولك الحمد، وراح الرجل راح مزود عليها الجمله دي الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. فلما انتهى النبي من صلاته قال من القائل كذا كذا، مين اللي قال الكلام دوت؟ فقال رجل من القوم انا يا رسول الله. فقال النبي والحديث رواه مسلم عجبت لها، الكلمات اللي انت قلتها ده ديت عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يقول الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. شوف الكلمات البسيطة ديت، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رجل قالها كده دون أن يدري ما هي الثمر التي يجنيها من وراء هذه الكلمات، لكن عموم الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى تفتح له أبواب السماء. والمولى عز وجل يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. أنت هتذكرني بين الناس، أنا أذكرك بين الملائكة، ومن اليقين أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المفتاح الرابع سنة صلاة الظهر.
الظهر ليه كام ركعة سنة؟ احنا قلنا يا جماعة في الرواتب في اليوم والليلة 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح، يبقى كده كلهم على بعضهم 12 ركعة. ورد في فضلهم حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بان الله له بيتا في الجنة. لكن الاربع ركعات اللي قبل الظهر دول فيهم فضل تاني، اضافه ان هم من ضمن ال 12 ركعه اللي بيتبني بيها كل يوم بيت في الجنه. اضافه الى ذلك، لا ده في كمان فضيله تانية، اللي هي ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرمه الله على النار. الله، ده انت لسه قايل لنا دلوقتي ان قبل الظهر اربعه وبعد الظهر ركعتين. الحديث هنا بيقول اربعه واربعه، اي نعم الركعتين الزياده اللي بعد الظهر دولت سنه نافله، لكن ورد فيهم الفضل. انت لو صليت اربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر مع بقيه الرواتب، واخد بالك، يتبني لك بيت في الجنه. لكن لو رحت وزودت ركعتين كمان على الاثنين اللي بعد الظهر وخليتهم اربعه اثنين اثنين كده، واخد بالك، يبقى ايه؟ هيضاف لك حاجه ثانيه، اللي هي ايه؟ ان الله عز وجل يحرم جسدك على النار. زي صلاه العصر، صلاه العصر ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، لكن يستحب، بقول يستحب، ليست سنة ثابتة وليست سنة مؤكدة، وإنما يستحب أن أنت تصلي قبل العصر أربع ركعات سنة، لأن النبي دعا لك بالرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أو رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا. يبقى النبي بيدعيلك بالرحمة لو أنت صليت قبل العصر إيه؟ أربع ركعات. واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح: أربع، ركز معايا، أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. الله أكبر. لا، وضح لنا أكتر بقى، يعني ايه اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم؟ يعني حضرتك ربنا يبارك في عمرك، وحضرتك ربنا يبارك في عمرك، لما تصلي قبل الظهر اربع ركعات سنه بس ما تسلميش. يعني ايه ما تسلمش؟ يعني مش هتصليهم ركعتين، يعني اللي بعد الظهر صليهم ركعتين. انا بجمع لكم الفضائل كلها اهي، خدوا بالكم، في كام سنه قبل الظهر؟ اربعه، وفي بعد الظهر دي اثنين، هنزود اثنين بعد الظهر عشان يحرم جسدنا على النار، ادي كده اضفنا فضيله. طيب والاربعه اللي قبل الظهر اللي يصليهم قبل الظهر اربعه واثنين بعد الظهر، تمام، بيتبني له بيت في الجنه مع ايه؟ بقيه الرواتب بتاعه اليوم. يبقى ادي اول فضيله، دي من اسباب بناء بيت في الجنه. حاجة تانية، هنزود اتنين تانيين بعد الظهر على الاتنين، يبقى اربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر، يبقى كده يحرم جسدي على النار. حاجة التالتة بقى، في وصف الاربعة اللي هنصليهم قبل الظهر، ان احنا يا ريت ما نسلمش فيهم قبل الاربع ركعات. ازاي؟ احنا متعودين هنصلي ركعتين ونسلم، ونصلي ركعتين تاني ونسلم، صح كده يا جماعة؟ لا، الاربعة اللي قبل الظهر صلوهم متصلة. طيب بتشهد وسطاني ولا من غير تشهد؟ اللي انت عايزه. حبيت تصليه بتشهد وسطاني فهذا الافضل، حبيت تصليه بلا تشهد براحتك، لكن الافضل انك تصليهم بتشهد. قول لي طب ما احنا كده هنخش بقى في ايه؟ في المساله التي جاء النهي فيها ان احنا نشبه الفريضه بايه؟ بالراتبه او بالنافله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نوتر بثلاث ركعات يكون ما بينهم تشهد، لأن كده بيبقى فيه تشبه بصلاة المغرب. أقول لك يا حبيب قلبي، دي خاصة بصلاة المغرب، أما الظهر فليس فيه نهي بين التشبه بين السنة وبين الفرض. يعني عادي جدا في الظهر أن أنت تصلي أربع ركعات، في النص تقول التشهد الأوسط، وفي الآخر تقول التشهد كاملا وتسلم. يبقى إذا أنت لم تسلم إلا بعد الركعة الرابعة، لكن قلت التشهد في النص والتشهد في الآخر، واخد بال حضرتك، في اللحظة دي تفتح لك أبواب السماء، وادعو بما شئت بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن من ضمن أسباب فتح أبواب السماء سنة الظهر. رقم ستة، التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. الله، الكلمة اللي بسببها خلق الله السماوات والأرض وخلق الإنس والجن وكلفهم بأعظم تكليف في الكون،
ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ثم يوم القيامة يحاسب الله عباده، وينصرف الناس يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. هنكمل مفاتيح أبواب السماء ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح أبواب السماء. ذكرنا لحد دلوقتي خمس مفاتيح، والمفتاح السادس مفتاح التوحيد، أو المفتاح الخامس عفوا مفتاح التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. الله، كلمة التوحيد هي أعظم كلمة. لسه قايل لكم قبل الفاصل، هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وخلق الإنس والجن، وكلفهم بأعظم تكليف أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. ثم يوم القيامة يحاسب الإنسان يوم القيامة، وينقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، كل دوت بلا إله إلا الله. فربنا، ولذلك يعني ربنا يجمعنا وإياكم يا رب مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. ذكر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تبدأ الدنيا كلها بأن أنت تسمع الأذان، خد بالك، وفيه لا إله إلا الله، وتختم حياتك كلها بأن أنت تقول لا إله إلا الله، وما بين ذلك، ما بين الأذان وما بين الصلاة عليك، وخد بالك، تعيش بقى بلا إله إلا الله، وتخلي حياتك كلها ترجمة عملية للا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في حديث رواه الحاكم أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني كلمات أذكرك بها. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله، عايز أقول له أنا عايز حاجة كده، إيه سبيشال، حاجة خاصة بي كده أذكرك بها. فقال: يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فقال يا موسى: لو أن السماوات والأرض وما بينها، خد بالك، وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ويوضح النبي ذلك في حديث صحيح رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن مشهد جميل أو من مشاهد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيحضر له 99 سجلا. السجل كمد البصر، لو حضرتك وقفت كده فوق برج وشفت كده مد البصر 30-40 كيلو، ده سجل واحد وكله مليان ذنوب وسيئات. الرجل ده ليه 99 سجل كلها ذنوب وسيئات. فيقول جل وعلا: أهذه أعمالك؟ فيقول: بلى يا رب. يقول: أهذه يعني أقوالك؟ بلى يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة اللي كتبت عليك، كتبت عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ قال: لا يا ربي. فإذا بالحق جل وعلا يخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم يقول للعبد: احضر وزنك. فيقول: يا رب كيف أحضر وزني وهم 99 سجلا، وما تلك السجلات بالنسبة لتلك البطاقة؟ ده البطاقة يعني صغيرة والسجلات كبيرة ومليانة. فقال: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه ويحمل 99 سجلة، توضع في كفة وتوضع البطاقة التي فيها كلمة التوحيد في كفة، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات. عارف حضرتك لما يكون كفتين هم كده، كفة فيها حاجة وكفة فيها حاجة أتقل، فاللي تيلة تعمل إيه؟ تروح نزلة، تقوم دي طلعة، تقوم إيه مطيرة اللي فوقيها. هو ده اللي حصل. فثقلت لا إله إلا الله وطاشت السجلات. يقول النبي عليه السلام إيه؟ فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. في حاجة في الدنيا دي كلها هتكون عليها ثقل مثل ثقل لا إله إلا الله؟ واخد بالك، واحد يقول: بس الراجل ده كان ذنوبه كتير قوي. أيوة كان ذنوبه كتيرة، كان بيقع في ذنوب غصب عنه، لكن ثقل لا إله إلا الله في قلبه كان كبير قوي قوي، وكان بيحب ربنا
مش معنى كده ان انا اذنب واقول انا بحب ربنا، لا، الراجل ده فعلا كان بيحب ربنا وكان بيوقر ربنا، لكنه كان يذنب ثم يقع في ثم يتوب، ثم يقع في ذنب ثم يتوب، فالسجلات مليانه ذنوب، لكن ليه لم يرد في الحديث هل تاب الله عز وجل عليه؟ هل ان الانسان ده تاب من هذه الذنوب؟ لان خد بالك احنا قلنا قبل كده هناك فرق بين العفو وبين المغفره. المغفره ان تفضل الذنوب مكتوبه في الصحيفه لكن في اخرها مكتوب ايه؟ وقد غفرها الله له. انما العفو ربنا يمسح لك الذنوب من اصل الصحيفه، ما تبقاش موجوده خالص. ولذلك كان دعاء ليله القدر، يا رب غنمنا ليله القدر، اللهم انك عفو. ومن عائشه بتسال النبي اذا ادركت ليله القدر فماذا اقول؟ قال قولي، كما عند الترمذي بسند صحيح، قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى لا اله الا الله، يبقى كلمه التوحيد تفتح لها أبواب السماء. رقم 6، انتظار الصلاة بعد الصلاة. إن الواحد يروح المسجد عشان يصلي ولسه فاضل شوية على الإقامة، ويفضل مستني وما يزهقش وما يزعلش وما يتضايقش، لأنه عارف إن هو طول ما هو قاعد كأنه في صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمرو الأول، بيقول صلينا مع رسول الله المغرب، يا بختيكم، فرجع من رجع وعقب من عقب. في ناس روحت وفي ناس فضلت قاعدة في المسجد. قال فجاء رسول الله مسرعا قد حفزه النفس، يعني جاي بينهج صلى الله عليه وسلم من شدة سرعة المشي يعني، وقد حصر عن ركبتيه، يعني ايه، شمر ثيابه كده وكأنه عايز يلوم في حاجة خطيرة جدا حصلت جاي اقول لكم عليها. فقال النبي ابشروا. شفت حب النبي لأمته قد ايه؟ شفت قد ايه كان ممكن يروح ينام ويستريح وياكل ويتغدى ويجي اخر اليوم يلوم حصل كذا، ما استحملش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ساعتها مباشره رايح يبشرهم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال ابشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه، يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. يبقى لما نقعد نصلي المغرب ونقول مثلا نستنى من المغرب للعشاء، مش هقول بقى سيدي نستنى حتى من الظهر العصر او من العصر المغرب، ممكن يكون وقت الشغل ممكن يكون وقت طويل، هنقول نستنى من المغرب للعشاء ساعة. فالمولى عز وجل يفتح لكم بابا من السماء ويباهي بكم الملائكة، انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي فات رواه أحمد بسند صحيح، اللي جاي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، الدنيا برد والجو متلج والمية ساعة، ورغم ذلك أنا بتوضى عشان نفسي أروح وأسجد بين يدي ربي حبيبي سبحانه وتعالى. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يبقى ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أكثر حاجة بتمحو خطايا الإنسان وترفع درجاته كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وقبلها وإسباغ الوضوء على المكاره. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام هو قاعد مخصوص عشان الصلاة يبقى هو في صلاة بفضل الله، طول ما هو قاعد الملائكة بتستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، طول ما انت قاعد بتنتظر الصلاة وطول ما انت قاعدة بتنتظري الصلاة. اللي بعد كده، المفتاح اللي بعد كده، كلمة الحمد، ان انت تحمد ربنا. في حديث عجيب جدا رواه أحمد بسند صحيح أن وعن وائل رضي الله عنه وأرضاه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. النبي بيقول سمع الله لمن حمده، فالرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى النبي قال من ذا الذي قال هذا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله،
ووالله ما أردت إلا الخير، أنا والله ما أردتش إن أنا أبتدع، لكن يعني أنا حبيت إن أنا أحمد ربنا حمدا كثيرا. فقال النبي: لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنها شيء دون العرش، ما فيش حاجة حجزتها لحد ما وصلت إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الباب اللي بعد كده من أبواب، ولذلك عايز أقول حاجة، كتر من كلمة الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. يوم القيامة لو عايز تثقل ميزانك فكثر من كلمة الحمد لله. ربنا يحب أن عبده يحمده ويشكره على أي نعمة. كنت دايما بشوف ناس كثيرة فقراء والله العظيم وأحوالهم تصعب على الكافر مش على المسلم، وكنت لما أسأله عامل يا عم الحاج يقول الحمد لله، والله احنا في خير الحمد لله، بس ربنا بس يقدرنا نشكره والله، والله ده احنا غرقانين في خير ربنا سبحانه وتعالى. في حين انك ممكن تلاقي واحد تاني فعلا غرقان في خير ربنا مش قادر يعد الخير اللي عنده، ورغم ذلك مش راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. الحمد ان سيدنا عمر بن الخطاب كان لما يقابل الصحابه يسال الواحد يقول له كيف حالك؟ يقول له بخير، يروح خبطه في كتفه كده او خبطه بالدره بالعصايه يقول له كيف حالك؟ يقول له احمد الله اليك، يقول له هذا ما اردت منك. عايز اسمع منك كلمة الحمد لله. نفسنا نسمع من الدنيا كلها كلمة الحمد لله. قولوا الحمد لله، احمد ربنا. لئن شكرتم لأزيدنكم، والله العظيم كل ما تشكر ربنا ربنا هيزيدك، كل ما تشكر ربنا ربنا هيزيدك. يبقى من أسباب فتح أبواب السماء كلمة الحمد لله. من ضمن أسباب فتح أبواب السماء التعرض لنفحات المولى عز وجل في جوف الليل، في التلت الأخير من الليل. حديث جميل أوي أوي، وكل حديث النبي جميلة. حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط الله يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ هل فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. طبعا أصل الحديث موجود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. جميل قوي. هنا بقى دي رواية أحمد بيقول لك فينزل المولى عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء، والمعنى واضح، المعنى واضح. يعني لأن ربنا لما يقول هل من سائل يسأله فأعطيه، فإذا مفتوحة أبواب السماء لاستجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. قوموا يا مسلمين وقوموا يا مسلمات في الجوف الأخير، في جوف الليل الآخر، في التلت الأخير من الليل، قوموا ورا نص ساعة. بالله عليكم ما تقوموا الأسبوع ده كده، قوموا صلوا وادعوا للمسلمين. أحوال المسلمين بقت صعبة قوي، والابتلاءات بقت شديدة قوي، والناس بقت عايشة في كآبة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. وإخواننا في سوريا كل يوم اسمع الأخبار فعلا يجي لك، يعني يجي لك غصة في قلبك كده. كل يوم 100 واحد، 160 80، أقل يوم 80 واحد، نحسن نسأل الله عز وجل أن يكونوا من الشهداء. أقل يوم كان 80 واحد من أهل سوريا، بلغ عدد الشهداء حتى يومنا هذا أكثر من 20,000 سوري. والغريب في الموضوع إن على الأقل نصفهم من الأطفال اللي ما لهمش ذنب ولا عملوا أي حاجة. قوموا وادعوا إن ربنا يحقن دماء الناس ديت، وإن ربنا يحفظهم، وإن ربنا يفرج همهم. قوموا ندعوا المسلمين في كل مكان، لأن البلاد المسلمين تقريبا أغلبها الآن بتعيش مأساة حقيقية بجد، عايشة في أزمة كبيرة جدا. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. من ضمن مفاتيح أبواب السماء، احنا قلنا كم مفتاح؟ قلنا 12 مفتاح. من ضمن المفاتيح أيضا ده المفتاح التاسع، يوم الاثنين، يوم الاثنين والخميس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تفتح أبواب الجنة، وفي رواية تفتح أبواب السماء يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك يستحب الصيام يوم الاثنين ويوم الخميس. ليه؟ لأن الصيام يشفع للعبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأحب إيه؟
فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. لأن الصيام لو كان ليك شوية ذنوب، ارتكبت بعض المخالفات، الصيام ربنا بيجعله سبب في مغفرة الذنوب ويقبل شفاعته فيك بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك يستحب الصيام في يوم الاثنين ويوم الخميس. يبقى كل يوم اثنين بيتفتح أبواب السماء، وكل يوم خميس بيتفتح أبواب السماء. تخيل بقى أبواب السماء مفتوحة وإنت صايم في اليوم دوت، ودعوة الصائم لا ترد. يبقى دعوة الصائم لا ترد، وتصادف في نفس الوقت إن أبواب السماء مفتوحة، يبقى بيستجاب الدعاء. ادعوا ربنا يكرمك يا رب العالمين، بعد بكرة الخميس نصومه وندعي ان ربنا يفرج هم المسلمين يا رب في كل مكان. ويوم الاثنين برضه نصومه ونجتهد في الصيام. الصيام جميل جدا، ودخل علينا بقى خلاص بقى رجب وشعبان ورمضان، كثروا من الصيام. شهر رجب من الاشهر الحرم وافضل الصيام عند الله عز وجل. بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، خد بالك. وشهر شعبان يعني الحديث ده يعني رواه مسلم، والحديث ده ايضا رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر شعبان، كان كما قالت امنا عائشه، كان يصوم شعبان كله، وفي روايه يصوم شعبان الا قليلا، وفي روايه كان يصوم شعبان حتى نقول انه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول انه لا يصوم. يعني كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. ليه برضو؟ لان رفع الاعمال الاسبوعيه يوم الاثنين والخميس، ورفع الاعمال السنويه بيبقى في شهر شعبان. يعني لو فاتك ذنب كده في يوم اثنين ولا خميس، تقدر تدرك كل دوت في شهر شعبان بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن المفاتيح ايضا، وده المفتاح رقم 10، عند الاذان، وده الحديث اللي احنا بدأناه في درس الليله دي بفضل الله سبحانه وتعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسند صحيح: اذا نودي بالصلاه فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء. اول ما حضرتك واول ما حضرتك تسمعوا الاذان بفضل الله سبحانه وتعالى، رددوا خلف المؤذن. وزي ما قلنا احنا بقى في فضل الاذان حاجات جميله جدا، ان احنا نردد خلف المؤذن، خد بالك بقى، ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما نردد خلف المؤذن ونقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت. خدوا بالكم ناخد حاجتين هنا، ان احنا ناخد نفس اجر المؤذن الذي اذن، دي حاجة. الحاجة التانية ان ربنا بيستجيب الدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال قل كما قال، يعني كما قال المؤذن، ثم سل تعطى. اي دعاء هتدعوه بفضل الله مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التالتة ان انت لما تقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فمن سأل الله الوسيلة للنبي كما صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، ادركته شفاعة النبي يوم القيامة بفضل الله. الحاجة الرابعة أن الدعاء مستجاب بين الأذان وبين الإقامة، فأنت بعد الأذان مباشرة ادعو بما شئت بفضل الله. يبقى خدت أربع حاجات، خدت نفس أجر المؤذن لأنك رددت خلف المؤذن، الحاجة التانية إن سل تعطى، اللي أنت هتطلبه مستجاب في هذا الوقت بفضل الله، الحاجة الثالثة لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات ويغفر لك 10 خطيئات ويعطيك 10 حسنات ويبني لك بيتا في الجنة. والحاجة الرابعة والأخيرة إن أنت لما تسأل للنبي الوسيلة تدركك شفاعة النبي يوم القيامة بفضل الله. فضل لنا حاجتين من مفاتيح أبواب السماء. من ضمن المفاتيح عند الإقامة، يبقى بين الأذان وبين الإقامة الدعاء مستجاب وأبواب السماء مفتوحة. وعند إقامة الصلاة تفتح أبواب السماء. حديث رواه أحمد بسند صحيح: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إيه ثوب؟ يعني إيه التثويب؟ التثويب ليه معنيين. معنى الأولاني هو عند الإقامة، الإقامة نفسها اسمها التثويب، خد بالك. والتثويب ليه معنى تاني، إن في أذان الفجر في جملة زيادة: الصلاة خير من النوم، دي أيضا تسمى التثويب. يقول لك يثوب المؤذن في أذان الفجر ولا يثوب في أي أذان آخر، اللي هو إيه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ده اسمه التثويب. وإقامة الصلاة أيضا في جميع الصلوات الخمس أيضا تسمى التثويب. عند الإقامة والرجل بيقيم، اللي هو المؤذن بيقيم الصلاة، فإذا أقام الصلاة ادعي بما شئت فأبواب السماء مفتحة. آخر باب من أبواب أو آخر مفتاح من مفاتيح أبواب السماء نقوله بسرعة كده قبل الفاصل: عند الجهاد في سبيل الله، كما صح بذلك الحديث
الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى عليه وسلم قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. بيقول الساعتين دولت او الوقتين دولت مش ممكن ترد فيهم الدعاء، النداء للصلاة يعني وقت الاذان ووقت حضور الصف للجهاد في سبيل الله. تعالوا نكمل مفاتيح ابواب السماء وفضائل مفاتيح ابواب السماء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجاء من إخواني وأخواتي أن احنا نحرص على الحلقات دي بالذات، ينسجلها ينكتبها، لأن في حاجات خاصة بالدعاء مهمة جدا. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، ومحتاجين بجد في الزمن بتاعنا ده بالذات وفي الظروف بتاعتنا دي بالذات أن احنا نكثر من الدعاء. طبعا كنا قلنا قبل كده أدعية تفريج الهم والكرب وكده، وناس طلبتها، نعيدها تاني في عجالة سريعة كده في دقيقتين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا بقرأ لكم نص الحديث عشان اللي عايز يكتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. لو عايزين ربنا يستجيب لنا لما بنقع في شدة، يا رب ينجيكم من كل شدة، كثروا من الدعاء وأنتم في رخاء من غير شدة. ولا احنا ما بندعوش إلا في وقت الشدة فقط، لا، في وقت الرخاء ندعي بفضل الله. طيب، من ضمن أدعية تفريج الهم والكرب على رأسها الدعاء الذي ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أبدله الله عز وجل، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال الصحابة: ألا نتعلمها يا رسول الله؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يبقى اول دعاء. الدعاء الثاني كما جاء عند ابن ابي الدنيا في الفرج بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمات الفرج، اللفظ واضح، كلمات الفرج: لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. حديث ثالث عند البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حديث عند الترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حديث أيضا كما عند أبي داود وأحمد بإسناد حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب. وأنا بسرد لكم الأحاديث وراء بعضها عشان اللي عايز يعني يرتبهم كده في ذهنه ويكتبهم. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. حديث اللي بعد كده عند أحمد والترمذي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون، دعوة يونس عليه السلام، إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. يعني قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وادعي بعدها زي ما أنت عايز، الله يستجيب دعائك. حديث اللي بعد كده رواه أحمد بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس، أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك الكلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ قالت: بلى. قال: قولي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه هم
أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. آخر حديث عند البخاري كان النبي يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والدعاء ده مهم جدا في دفع الهم قبل وقوعه، ومن المعلوم إن دفع الشيء قبل وقوعه أفضل من الدعاء بعد وقوعه، فإحنا بندفع الهم بهذا الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. وإوعى تنسوا الدعاء بسم الله الأعظم، وكنا قلنا قبل كده في حلقة وطلب مرة تانية، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي سمع رجلا يقول في التشهد: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي لأصحابه: أتدرون بما دعا هذا الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيدي، لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، سبحانه وتعالى. طيب اسم الله الأعظم بقى موجود في أنهي صور وموجود في أنهي آيات، وهو إيه بالضبط اسم الله الأعظم؟ ورد ذلك في حديثين. الحديث الأول رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. طيب في أنهي آيات بالضبط ورد ذلك؟ في حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي فاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى لما نجمع بين الآيات دي نطلع بإن اسم الله الأعظم هو الله أو الرحمن الرحيم أو الحي القيوم. فالله هو الاسم الأعظم أو اسم أو لفظ الجلالة، وإما أن يكون الرحمن الرحيم وإما أن يكون الحي القيوم. وإن كان ذهب كثير جدا من أهل العلم أن اسم الله الأعظم إما أن يكون هو لفظ الجلالة الله، وإما أن يكون الحي القيوم. فاحنا حتى لو لم نعلم اسم، لكن احنا حصرنا اسم الله الأعظم الآن فين؟ فالله الرحمن الرحيم والحي القيوم. وزي ما قلت ذهب عامة أهل العلم أنه إما في الله هو الاسم الله الأعظم أو الحي القيوم. وإن كنا لم نعرف خبرك فممكن نقول: أسألك باسمك الأعظم. والله عز وجل سبحانه وتعالى يجيب الدعاء بذلك. ومن ضمن الوصايا بقى اللي عايز أوصلها لكم: احرصوا خليكوا أذكياء في أن أنت لما تطلب اطلب حاجة ضخمة قوي، واسأل المولى عز وجل بجوامع الدعاء. يعني بدل ما تقول لربنا: يا رب جوز بنتي ونجح ولدي واعمل كذا وسوي لي كذا وكرمني في كذا وكذا، وتقعد تفنط الموضوع كله كده، اطلب دعاء عام واطلب كل الخير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك من الخير كله. كان بيعلم أمنا عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين أنها تدعو الدعاء جامع: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من كل خير، شوف من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. الله، دعاء جامع وكبير جدا ما شاء الله. وفي رواية أبي داود والحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. حديث ثالث رواه مسلم عن أمنا عائشة أن النبي كان يقول في دعائه:
اللهم اني، خد بالك بقى، اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت. كل حاجه وحشه عملتها، مع ان النبي ما عملش حاجه وحشه، لكن بيعلمنا بقى صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. حتى الحاجه اللي انا ما عملتهاش يا رب استعيذ بك من شرها، يعني سبحان الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى ان النبي كان يدعو بهذا الدعاء، ركزوا معايا بقى، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لأن أنا ممكن أعمل ذنب وأنا مش واخد بالي أنه هو ذنب، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ثم جمع النبي أصابعه إلا الإبهام وقال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. الدعاء ده يجمع لك الدنيا والآخرة. نعيد الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، يبقى أنت كده جمعت لنفسك الدنيا والآخرة. لكن من أعظم الأدعية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء الجامع، أنا عايزكم تحفظوا الدعاء الجامع اللي هو اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله إلى آخر هذا الدعاء الجميل، ده دعاء جامع وجميل جدا جدا، هتلاقوه موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني في المجلد الأول في حرف الألف، سبحان الملك. لكن في دعاء جميل قوي النبي بيقول لو دعيتوه ما فيش أعظم من هذا الدعاء، اللي هو إيه؟ ورد فيه ثلاث أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال سل الله العافية. فقال العباس فمكثت أياما، يعني عدت كم يوم، ثم جئت إلى النبي مرة أخرى فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله جل وعلا، فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. احفظوا الجملة دي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. حديث الثاني رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه، فقال قام فينا رسول الله. تخيل أبو بكر وطلع المنبر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فافتكر الكلام اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام فينا رسول الله عام أول على المنبر ثم بكى، يعني هو بيبكي لبكاء النبي ولأنه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال النبي سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. الله. حديث الثالث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من دعوة، ركز معايا بقى، ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. تعالوا نجمع الثلاث أحاديث دولت في دعاء واحد كده، نقول بقى إيه، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وهذا هو أفضل دعاء كان النبي يدل عليه الأمة، ومعاه دعاء طبعا التثبيت. طيب واللي مديون عليه فلوس كتير قوي، وانت عارفين النهاردة الله يكون في عون المسلمين جميعا ظروف الناس الاقتصادية النهاردة في انحدار لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الناس كتيرة جدا مديونة عليها ديون، تعمل إيه؟ رقم واحد انوي بصدق من قلبك يا رب لو رزقتني والله العظيم هسد الدين دوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من أخذ أموال الناس يريد إرادة في القلب يريد أداءها أدى الله عز وجل عنهم. وفي رواية أحمد والنسائي بسند صحيح ما من أحد يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. طيب أؤدي الدين برضو إزاي؟ زائد النية بقى، زائد النية في دعاء. النبي دخل في يوم من الأيام المسجد
لقى واحد صحابي مهموم وزعلان ومتضايق وتعبان، مالك؟ قال له دين علي يا رسول الله لا استطيع له قضاء. فاذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمه صلى الله عليه وسلم بيقول له: الا ادلك على كلمات تقولها لو كان عليك مثل جبل صبير دين ادى الله عنك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. احفظوا الدعاء ده، كثير من الناس مديون، ربنا يفرج همهم يا رب العالمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وزي ما قلت لحضراتكم كل الموضوع حوالين مفاتيح دعاء جميله. ادعي لاخوانك ربنا يستجيب دعائك. نفسك في ايه؟ نفسك تتجوز وزميلك نفسه يتجوز، قول يا رب جوزه بس بظهر الغيب ربنا يستجيب دعائك والملك يقول امين ولك بمثل. نفسك ربنا يشفيك، قول يا رب اشفي فلان، يا رب اشفي مرضى المسلمين، الملك يقول امين ولك بمثل. عايز تنجح قول يا رب نجح زمايلي اللي في المدرسه، ربنا يعني الملك يقول ايه؟ اللهم امين ولك بمثل، فربنا ينجحك وينجحهم وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: كما عند مسلم ما دعاء المسلم لأخيه مستجاب بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. كان أبو الدرداء يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. بيقول 70 واحد من إخواني وأنا ساجد بدعي لهم وبسميهم بأسمائهم. وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلفت، وهو منفرد بحزنك مهتم بما قدمت وما صرت إليه، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى. وكان بعض السلف يقول: الدعاء للأموات بمنزلة الهدية للأحياء، فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من النور، فيقول: هذه هدية لك من عند أخيك فلان. قال: فيفرح الميت بتلك الدعوة كما يفرح الحي بالهدية. لكن السؤال: إيه أكتر دعاء كان النبي بيدعو به؟ إيه أكتر دعاء كان النبي يدعوه؟ 3 أدعية. دي كانت أكتر أدعية كان النبي دايما يركز عليها صلى الله عليه وسلم، ورد فيها 3 أحاديث. الحديث الأولاني عند مسلم عن أنس: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دي تجمع لك دنيتك وآخرتك برضو، زي الدعاء الثاني اللي علمه للصحابة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى ده أول دعاء. الدعاء الثاني عند الترمذي بسند صحيح عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى الدعاء الأولاني: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء الثاني: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء الثالث كما عند البخاري ومسلم أن أمنا عائشة قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. لما تقعد تدور على الـ3 أدعية دولت تلاقي فيها تجرد من الدنيا وإقبال على الآخرة. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أنا مش عايز رب أي حاجة من الدنيا سوى بس رزق، يعني لقمة لقمة، طقة طقة، وجبة وجبة، أنا مش عايز أكل غير يوم بيوم ومش عايز أكتر من كده. الحاجة التانية عايز حاجة تجمع لدنيته وآخرتي. يوم قايل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحاجة التالتة أنا عايز الآخرة، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. بكده انتهينا من مفاتيح أبواب السماء. ذكرنا 12 مفتاح من مفاتيح أبواب السماء، ذكرنا أدعية تفريج الهم والكرب، ذكرنا الدعاء بسم الله الأعظم، ذكرنا الأدعية الجامعة، ذكرنا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل دعاء وأفضل دعاء، وذكرنا الموضوع بشماله وكماله وشموله بفضل الله سبحانه وتعالى. بقي لنا أن احنا نقول الواجب، اوعى تنسوا صيام 2 وخميس، اوعى تنسوا ركعتين قيام ليل، قوموا في جوف الليل وادعوا ربنا يفرج همنا وهمكم يا رب العالمين ويسعد قلوبكم يا رب العالمين، يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى.
اذكر ربنا كتير، احمدوا ربنا كتير، كل دي ابواب مفاتيح، مفاتيح بفضل الله سبحانه وتعالى. القيام في جوف الليل الاخير بتفتح ابواب السماء، الدعاء عند الافطار وانت صايم بيفتح ابواب السماء، عند كل اذان وعند كل اقامه بتفتح ابواب السماء، عند الدعاء لاخيك بالظهر الغيب الدعاء مستجاب، كلمه الحمد لله تفتح لها ابواب السماء. يبقى صيام اثنين وخميس، قيام ركعتين كل ليله، قراءة جزء من القرآن كل يوم إن شاء الله، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي. راجعين لكم عشان نتعايش مع إيميلاتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعايش مع بعض الإيميلات الجميلة اللي جاية من حضراتكم. الأخت آية من الجزائر بتقول: أختي مريضة بالفشل الكلوي، لا تصلي، وإذا صلت يشتد مرضها، فصارت تقول أن الصلاة تتعبها، فبما تنصحها؟ عايز أقول حاجة، الصلاة عمرها ما كانت بتتعب حد. وأختي آية ربنا يا رب يحفظك ويشفي لك أختك ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. عايز أقول إن إحنا محتاجين ان احنا لما نكون تعبانين ده احنا محتاجين اكتر ان احنا نرجع لربنا ونصلي ونسجد وندعي. فهي من رحمة الاسلام بقى ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، ان مدام هي مش قادرة تصلي وهي واقفة لانها مريضة، صلي وهي قاعدة. مش قادرة تصلي وهي قاعدة، تصلي وهي نايمة، مفيش أي مشكلة خالص بالمرة. مش قادرة تومئ بإن هي تحرك راسها بالركوع أو السجود، تومئ بالعين فقط. يعني إذا الأمر مفيش مشقة، وهي نايمة كده ومسنودة كده ومفيش أي مشكلة خالص، فقط تكون متوضية. طب مش قادرة تتوضأ، تتيمم. شوف قد إيه الرحمة الجميلة. يبقى مش قادرة تتوضأ، تتيمم. مش قادرة تصلي وهي واقفة، تصلي وهي قاعدة. مش قادرة وهي قاعدة، تصلي وهي نايمة. مش قادرة تومئ براسها، تومئ بعينيها. أظن ما فيش أسهل ولا أيسر من كده، بس ما تسيبش الصلاة. مش قادرة تصلي كل صلاة لوقتها، تجمع ما بين الصلوات، ما فيش أي مشكلة لظروف مرضها. المهم اوعى تخلي أختك، اوعى تخلي أختك تسيب الصلاة. ربنا يا رب يتم شفاها على خير. الأخت خديجة من ليبيا: أنا حاسة إن قلبي فيه نفاق، ومع هذا أخاف من ربي وأتمنى الخشوع في صلاتي، فأرجو منك توضيح ما يدور في قلبي. عايز أقول لأختنا خديجة ربنا يحفظك إن شاء الله ويحشرك مع أمنا خديجة إن شاء الله في الجنة. عايز أقول على فكرة ده إحساس طبيعي جدا جدا. المؤمن عمره ما بيزكي نفسه، المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويرجو. فعايز أقول حاجة، سيدنا الإمام ابن أبي مليكة عفوا كان بيقول كما عند البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي، ما منهم من أحد يرى نفسه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل، بل كان كل واحد منهم يتهم نفسه بالنفاق. تخيل حضرتك لما صحابي جليل ويقول أنا بتهم نفسي ده المنافق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين لما النبي إدى كشف بأسماء المنافقين الذي نزل عليه من جبريل عليه السلام، إن جبريل عليه السلام مل النبي وقال له أسماء المنافقين اللي عايشين وسط الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح ائتمن حذيفة بن اليمان، ولذلك هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، راح مؤتمن على أسماء المنافقين. عمر بن الخطاب راح بيقول له: سألتك بالله هل سماني لك رسول الله؟ بيقول له: هو النبي قال لك إننا من المنافقين؟ قال: لا، ولن أزكي أحدا بعدك. شوف ده، وده عمر بن الخطاب. وكما تعلمي بقى الحديث الذي رواه مسلم لما حنظلة قابل أبا بكر وقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد في قلوبنا. فقال أبو بكر: أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا والله أجد ذلك. يعني كأن أبو بكر بيقول: وأنا كمان بتهم نفسي بالنفاق. فلما راحوا للنبي عليه السلام تبسم النبي لما سمع تلك المقالة من حنظلة، قال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذن ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح وينخفض فيها الإيمان بالعمل الطالح، أو ساعة من المباحات نستعين بها على فعل الطاعات والمعنيان صحيحا. إذا كون الإنسان ينتهم نفسه بالتقصير أو أنه ممكن يكون منافق أو دي ظاهرة صحية جدا جدا، لكن لا يصل الأمر إلى أن أقول لا خلاص بقى ده أنا منافق وأسيب العبادة لأن ما فيش فايدة. ما توصلنيش لمرحلة اليأس، إنما
ظاهرة صحية، مش ان انا اقول ان انا منافق، ظاهرة صحية ان انا ما زكيش نفسي، ان انا ما اصابش بالعجب والكبر والفخر بعبادتي، لان ده من محبطات الاعمال. فدي ظاهرة صحية اختي خديجة، ربنا يحفظك يا رب العالمين. هل كل ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم صحيح؟ ان شاء الله كل ما جاء في البخاري ومسلم ان شاء الله صحيح. الأستاذ فادي محمد، نحن مجموعة من شباب المغرب العربي لاحظنا هجوما من شيعة المشرق على الفيسبوك من أجل نشر فكرهم الأسود، فصرنا نقوم بالقرصنة الإلكترونية على هذه الصفحة إن شاء الله ونشر الدين الصحيح، مع أننا لسنا دعاة ولا نفقه في الشريعة. هل تجوز هذه العمليات؟ عايز أقول حاجة يا أستاذ فادي، القرصنة لا تجوز، لا يجوز ان اي حد يعمل قرصنة على موقع واحد مسلم، ولا يجوز لمسلم ان يعمل قرصنة على موقع واحد كافر. لكن ان كان هذا الرجل يعني ينشر فسادا على النت بحيث انه قد يؤثر على عقيدة المسلمين، فان استطعت اتلاف هذه الصفحات او المواقع فاتلفها وجزاك الله خيرا، لكن ما تاخدهاش وايه ونسرق الموقع ونسرق المساحة، لأن في النهاية هيقولوا المسلمين بيسرقونا. إنما أما أنا أفسد هذا المكان أو أفسد الصفحة دي أو أفسد الموقع ده بحيث أنه لا يبث هذا الفساد، فجزاك الله خيرا. الأخ العياشي عبد السلام من الجزائر، إني أوسوس كثيرا في الصلاة والوضوء، فبماذا تنصحني؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم واستعن بالله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان. الشيطان وظيفته أنه هو يزهدك في العبادة ويعقدك في العبادة. يعني أنت توضيت وغسلت رجليك، يقولك لا ده أنت غسلت رجليك، عيد الوضوء من جديد. خد بالك، مع أنك أنت ممكن تكتفي بغسل رجلين، لا يقولك عيد الوضوء من جديد. أو أنت اتوضيت واستنشقت، يقولك لا ده أنت ما استنشقت، فعيد الوضوء من جديد. فأنت لا تلتفت، ركز في وضوءك واعتبر الوضوء عبادة وهو فعلا كذلك عبادة. خد بالك وركز، وإذا الشيطان جالك قال لك أنت مفضل فإيه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت. وكذلك في الصلاة، الأخت مريم من المغرب، ما حكم الصلاة بدون إقامة إذا كنت أصلي وحدي بدون إمام؟ لا حرج، لا حرج أن أنت تصلي بلا إقامة إن شاء الله والصلاة صحيحة. إياد الخضراء، ما حكم المسح على الجوارب خلال الوضوء ومتى تجوز وهل هي لفترة معينة؟ حكم المسح على الجوارب أمر مشروع ورخصة أعطاها المولى عز وجل لنا. همسح على الجوارب قد إيه؟ للمقيم يوم بليلة، يعني خمس صلوات، مش عايز أعدها خمس صلوات. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه. أنا قلت يوم بليلة ليه؟ لأن العلماء والفقهاء قالوا ان احنا بنبتدي المسح، خدوا بالكم، بنبتدي نحسب المدة مع اول مسح بعد لبس الجورب على وضوء. يعني ايه؟ انا اتوضيت ولبست الجورب او الشراب على وضوء، حلو كده، بيبتدي العداد بتاعي عد من اول مرة امسح. اشرح لكم اكتر. مثلا انا اتوضيت في قبل صلاة الظهر ولبست الجورب، المفترض ان انا ليا كام صلاه؟ ليا ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، صح كده؟ ده الاصل. لكن انا لسه ما نقضتش وضوئي، فضلت محتفظ بوضوئي من الظهر لحد العشاء، فاول مسحه مسحتها على الجورب في صلاه العشاء، في الوضوء بتاع صلاه العشاء، يبقى قدامي كام حاجه كده؟ يبقى قدامي العشاء والصبح والظهر والعصر والمغرب، مع ان انا اصلا لبست الشراب امتى؟ على الظهر، لكن أضيف العصر والظهر الظهر والعصر والمغرب ليه؟ قال لك لأن أنا أول مسحة كانت عند وقت إيه؟ العشاء. واضح كده الموضوع ده؟ طيب ده بالنسبة للمقيم يوم بليلة أو عند بيحسب من أول مسحة. طب والمسافر ثلاث أيام بلياليهم، ثلاث أيام بإيه؟ بلياليهم. أنا اتوضيت زي ما قلت لكم ولم ينقض وضوئي ولم امسح على الجورب، انا اتوضيت الظهر ولم امسح على الجورب الا ايه؟ الا على اذان العشاء. يبقى من اذان العشاء دوت قدامي ثلاث ايام للعشاء الايه؟ اللي بعد ثلاث ايام. وكل هذه الامور بفضل الله انا يمكن شرحتها في كتاب اللي هو ايه؟ الفقه الميسر للمراه المسلمه، ده كتاب 1024 صفحه شارح فيه كل حاجه بفضل الله خاصه بموضوع الفقه سواء للرجال او للنساء، ولكن زودت ابواب خاصه بالنساء عشان يكون يعني فيها، لان طبعا المشاكل الفقهيه كثيره جدا بالنسبه للنساء، ربنا يحفظك يا رب العالمين، فبيحتاجوا ان هم يعرفوا الاجوبه بتاعتها. الاستاذ عبد الفتاح،
بماذا تنصح المسلمين الذين يجاورون المسجد ولا يحضرون صلاة الجماعة؟ عايز اقول يا جماعة، هو في ايه بعد الصلاة؟ ده الصلاة عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. هو في ايه اكتر من ان النبي اللي ربنا وصفه قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وعلى الرغم من ذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت، خد بالك، ان اقيم الصلاة او ان امر باقامة الصلاة ثم أترك رجلا يصلي بالناس ثم أغدو على أناس لا يصلون في المسجد، يعني بيصلوا في بيوتهم، هم مشتركين الصلاة، هم بس بيصلوا في البيوت، شوف قد إيه، فأحرق عليهم بيوتهم. واحد يقول معقولة النبي يحرق عليهم؟ النبي بيقول إيه؟ لقد هممت، أنا ما عملتش ومش هعمل. واضح من اللفظ، بيقول لقد هممت، عشان يوضح مدى عظم الجرم. انت جنب المسجد وسامع الاذان ومش عايز تصلي في المسجد ليه؟ واخد بالك؟ لا، لازم تروح تصلي في المسجد، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها مش خارجها رجال. شوف قد ايه، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. اذا هؤلاء الرجال اللي ربنا وصفهم بالرجولة بجد، اول ما يسمع الاذان على طول جري على المسجد. يسمع اذان ايه ده؟ من قبل الاذان بربع ساعه متوضي وقاعد منتظر، والافضل ان يذهب الى المسجد حتى قبل الاذان او بعد الاذان. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي باسناد حسن، من صلى لله 40 يوما في جماعه في المسجد يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعا كان يقول أدركت صلاة الجماعة خلف الإمام وأدرك فيها التكبيرة الأولى 40 سنة خلف الإمام. 40 سنة مش 40 يوم يعني. سبحان الملك، هل المانيكير اللي هو المنكير بيبطل الوضوء حتى لو وضع بعد الوضوء؟ لا، هو المانيكير اللي هو طلاء الأظافر إذا وضع قبل الوضوء ثم توضأنا على المانيكير فالوضوء غير صحيح والصلاة غير صحيحة. ليه؟ لأن المانيكير ده عمل حائل بين وصول الماء إلى تلك الأماكن. إنما حضرتك توضيتي وبعد ما توضيتي ورحت حط المانيكير وقمت صليتي فالصلاة صحيحة، لكن هيبقى عندك إشكالية لو نقض الوضوء، هل هتيجي بقى لكل صلاة تجيبي مزيل طلاء الأظافر ثم تتوضأي ثم تضعي طلاء الأظافر؟ أنا أظن ممكن تحطيها في الأوقات اللي هي بيبقى الفاصل فيها طويل، بمعنى وهي الأوقات التي يكون فيها موجود الزوج عشان تتزيني ليه، يعني صلي ظهر عصر مغرب عشاء، بعد العشاء مباشرة حط المناكير، يبقى من باب التزين للزوج. هو في الغالب الزوج مش هيكون موجود الا في الاوقات ديت، بيكون موجود طول النهار في شغله، رجع نام شويه قام صلي مغرب وعشاء، او رجع على العشاء هيكون موجود من العشاء للفجر، اتزيني في الوقت دوت، هو ده وقت التزين، وحط المانيكير وقبل الفجر بنص ساعه قومي وازيل المانيكير واتوضي وصلي ركعتين كاملين وصلي الفجر، ربنا يبارك فيكي. الاخت صابرين من الجزائر، عند قراءتي للقران اقرا بسرعه حتى أجد نفسي أكملت الصورة، وتلك الصورة تعودت قراءتها لذلك أسهو، فهل أؤجر عليها أم لا؟ إن شاء الله تؤجر عليها، وإن كان الأولى والأفضل إن إحنا لما نقرأ القرآن إن إحنا ننصت، ده عند الاستماع، فمن باب أولى إن إحنا نركز عند القراءة. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. السؤال اللي بعد كده، الأخت وفاء، أبي توفي ولم يصم 3 سنوات أخيرة من حياتي لأنه كان مريضا بالسرطان، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، وعلمت أنه كان يجب عليه إخراج فدية ولكن لم يخرجها، فهل أصوم عنه؟ لا، يعني هو طالما هو كان مريض مرض شديد لا يرجى الشفاء فكان بيخرج الفدية المفروض، فأنت حضرتك تخرج عنه الفدية إن شاء الله، وربنا يأجرك ويكرمك ويجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. والحقيقة لم يتبقى إلا 3 دقائق، فبندعو في ال3 دقائق كما تعودنا، إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب،
يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا رب العالمين، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، وانصرهم على أعدائهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، وألف بين قلوب المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة، لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.